طيب عايز تصور؟ انا بصور فيديو. ايه حاجه ما تصور؟ طيب خلاص ماشي. خلص الغطا ده فوق. انت خلاص انت تشرح بالعملي وانا. ايوه شوف هنا الغطا ده بتفكه. ايوه ده. ايوه تفك الغطا ده. ممتاز. تحط ده بس هنا كده. ايوه. بتحط فيه ملح خاص بغسالات الصحون، بتحط كميه ملح هنا تقريبا 3 كاسات من الكبيره اللي هي مثلا زي دي 3 كاسات ولا 4 نفس دي كده. طيب تمام. طيب. وبتحط لتر ميه اللي هي ازازه الميه اللي بريال. طيب بس لتر ميه واحد بس. لتر ميه مع مع 3 كاسات مع ملح خاص بغسالات. فين نلاقي هذا الملح؟ موجود في المحلات الكبيره. الكبير سوبر ماركت والناس دي. اي طيب ممتاز. ده اول مره بس بعدين كل مره بتحط. طيب لما نحطه خلاص اخلي يصير ما اقفله، اخلي هذا موجود على طول. لا 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 هذا بره خلاص، ده بس بيسهل عليك عمليه الصب عشان الصب وبعدين اقفل. بعدين تقفله هي زي كده. ممتاز. ايوه حلو كده قفل. هنا بالنسبه للمسحوق كل مره طبعا لازم تحط مسحوق، ده اللي هو اول مره، وبعدين بعد 6 شهور ممكن تزيد كاسه ملح نص كاسه. كل 6 شهور تقريبا بينور عندك لمبه ملح هنا. تمام. كل مرة اللي بتحط المسحوق بتحط هنا في اكراس صلبة هنا. ايوه. الاكراس دي في نوع مكتوب عليه الكل في واحد. ايوه. ما يحتاج انك تحط سائل، لان شوف في هنا مكان للسائل وفي للاكراس الصلبة. ايوه. لو جبت الكل في واحد تحط هنا ما يحتاج تحط سائل. تحط واحد ولا اثنين؟ واحد بس هنا. ممتاز. ما في مكان غير لواحد بس. ممتاز. تنباع برضه في السوبر ماركت؟ ايوه موجود، كل مسحوق غسالة الصحون تلاقيها رف في حالة في المحل. ممتاز. إذا جبت الأكراس العادية لازم تحط سائل معاها شكل الفري. اها. بس كلها طبعا مواد خاصه بغسالات الصحون. حلو. ده بالنسبه للمسحوق. طيب. ندخل بقى على مرحله التشغيل. خلينا نرجع الرف ده تاني. تمام. ده بالنسبه للمسحوق والملح. هذه الارفف الان ممكن تحط فيها قدور ولا ما تحط فيها قدور؟ يتحط فيها قدور بس حسب ميلانها. شوف الميلان ده. الميلان رايح كده. شوف. ايوه. يبقى التجويفه بتاع الطبق كده. ايوه. الميلان يترص كده. سواء صحون سواء قدور سواء اي حاجه. القدور ممكن تنيم دي. او عشان تحط القدر، او لو جاء معاك زي ما هو كده عادي، اهم شيء بس تتاكد انه ما بيضرب في المرش اللي فوق عشان لا تنكسر الملعقه. عشان بس ما يوقف او يحصل خلل. هذا ممكن يتنوم يتشال. ايوه. اها ممتاز حلو. والثاني برضه نفس الشيء تي فوق عكس. كله كده عكس. وتحط القدور فيه. اكيد. وتحط القدور الكبيره. ممتاز. اطباق بترجعها ثاني زي كده. ايوه. وترص الاطباق على ترص الاطباق وفوق. طب ليش فوق؟ برضه نفس اطباق برضه نفس الموضوع حسب ما المساحه تاخد معاك. حسب ياخد معاك ايه فوق ياخد معاك ايه. في هنا اماكن للملاعق بتنزلها. ايوه. تنزلها زي كده تحط فوقها شوك معالق حاجات زي كده خفيفه. وهنا برضه الرف ده اللي فوق ده اكتر رف تستخدمه للشوك والمعالق. تحط شوك ومعالق وتحط الغسيل. ايوه عشان ده ناعم شويه عشان ما ينزل منه حاجه على المرشات وهي شغاله. وهذا برضه تفكه هنا ده تنزله. تفكه تنزله كده. ايوه. نزله كده شوف كيف شكله. بس زي كده ممكن تحط حاجه واليد بتاعتها تفضل ماسكه هنا ما تنزل. عرفت أيوة قصدي؟ ايوه كده ثبتها تثبيت. بس اهم شيء برضه اي حاجه تحطها تتاكد انها ما تضرب في المرش اللي فوق. حلو حلو. دي اهم حاجه عندك. خلاص حلو. ندخل مرحله التشغيل. نشغل كده. تشغيلها بسيط جدا ان شاء الله. تمام. انت بس بتفتح طبعا على الكهرباء من الزر ده. ايوه. تمام. وعندك حرف البي هنا اهو بتضغط عليه. ايوه. كل ضغطه بتغير وظيفه، وكل وظيفه لها وقت مبرمج لها على الشاشه خاص في الوظيفه. ايوه. يعني مثلا دي ساعتين و10 دقائق. ايوه. دي هنا تحولت ساعة ونص. نص ساعة. نص ساعة. 15 دقيقة. ساعتين ونص. ساعتين و50. اللي هو مدة الغسيل هذه. دي مدة الغسيل. دي الوظيفة مع مدة الغسيل. حلو. وبتضغط ستارت هنا على ده بس كده اشتغلت معاك الغسالة. خلاص. كده خلاص اشتغلت معاك الغسالة. تمام تمام. ولا تحتاج شيء ثاني. خلاص تمام. إذا احنا اللي متطلب مني اني اشتري الأغراض حقتها الآن الملح والأشياء هذه. ايوه. وخلاص ونستخدمها على طول شغال. ايوه على طول. إذا سويت ستارت على طول تشتغل. أنا ممكن أشغلها لك دلوقتي بس عشان ما فيها ملح أحط لك شوية مية بس في المكان اللي فيه الملح. طيب. بعدين أنت حط الملح بس عشان أجربها لك تتأكد إنها شغالة. طيب. خلاص لو عايز تقفل الفيديو.